وللمزيد مشاهدينا الكرام تنضم إلينا هاتفيا سهى سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أستاذة سهى أهلا بك. أهلا وسهلا. إذا مع الذكرى الرابعة لتأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ما هو تقييمك للجهود التي بذلتموها وبذلتها التنسيقية في دعم الحياة السياسية في مصر؟ الأول أحب أرحب بحضرتك وأوجه التهنئة لكل زمايلي أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعلى جهودهم خلال الفترة السابقة، وإن شاء الله لسه اللي جاي أكثر بإذن الله. خلينا أقول لحضرتك نظرتي للجهود اللي إحنا قدمناها التنسيقية من اليوم الأول أخذت على عاتقها يعني تكريس مساحات مشتركة بين الآراء السياسية المختلفة والتوجهات المختلفة، وده تحدداته كان نجاح. ما كانش هي دي الخطوة الوحيدة، ولكن استثمرنا هذا النجاح في إثراء الملفات المختلفة وأوراق السياسات المقدمة للدولة المصرية، لأنه عندنا قناعة أن التعددية الحزبية والتنوع هو دائما عامل إثراء وليس عامل خلاف، يعني الاختلاف ليس خلافا بالمرة. فكنا حريصين طول الوقت ان يكون كل الاصوات وكل الاراء ممثله، وده الحقيقه كان رجع بالنفع على اشكال المفردات التنسيقيه. في نفس الوقت احنا كان عندنا منهجيه هامه جدا في انه يكون عندنا التزام بالاداء والتزام بمعايير الجوده، ان يكون افكارنا قابله للتطبيق وخططنا واضحه وفي متناول ادواتنا كدوله مصريه. ويمكن دي كانت من الاسباب اللي خلت مشاركتنا في المؤتمرات الوطنيه برعايه فخامه الرئيس كانت محط الانظار، وبناء عليه زي ما ورد في البيان انه بقى عندنا 6 نواب محافظين، والحقيقه بنص بعد. نعم استاذه سهى نشكرك إذن، شكرا جزيلا، انقطع الاتصال. شكرا جزيلا على هذه المداخلة الأستاذة سهى سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب.